أعود إلى ضيفي من جديد. سيدي استمعت إلى أسئلة وإلى مداخلات، وسأبدأ بالاتهامات التي يعني وجهها إليك السيد محمد الجويهل من الكويت. أنت تتخفى وراء الحصانة وتجور على حق التقاضي، ما الذي يديرك لو رفعت الحصانة وتم توجيه الأسئلة إليك بشكل قانوني؟ طيب انا خليني اقول بالبدايه، هو له من اسمه نصيب، هو جاهل بهذه الامور، وانا اعتقد يعني هو وارد يعني دون التوجيه اهانات لمشاهد لم يعد معنا. لو سمحتي لي، هو واجهه ليتخفى من خلفه من يجب ان يظهر مكانه ويتكلم بلسانه. انا اعتقد بالاخير انا رفعت عني الحصانه 3 مرات، قلت نعم انا شخصيا، وايضا في قضيه الشيكات، في القضيه اللي رفعها سمو رئيس الوزراء. الامر الاخر ما ذكر في قضيه حضور وزير واحد. المؤلم في حكومه الكويت انها تقول ان احنا اعضاء في مجلس الامه ويجب ان تعاملونا كاعضاء، وهذا النص الدستوري وهذا صحيح. نعم. وبالتالي يجب ان يحضرون. اليوم الحكومه تعمدت الغياب امس واليوم، عطلت مصالح الامه، هل يعلم ماذا يعني تعطيل مجلس الامه؟ تعطيل احد مؤسسات الحكم بالدوله، تعطيل انجاز القوانين، تعطيل انجاز التنميه، تعطيل حل المشاكل بالدوله. ما الذي دفعك لان تعتبر كل المؤسسه وجدولها ليش؟ نعم. انا تعطل كل هذا، بس خليني اوضح لو سمحتي، تعطل كل هذا علشان ايش؟ من اجل ملاحقه شخص، لاني استجوبت سمو رئيس مجلس الوزراء، لأني قدت 3 مرات الانسحاب من الجلسة في كل التشكيلات الأخيرة 3 بقيادة رئيس مجلس الوزراء، لأني طالبت بإقالة رئيس مجلس الوزراء لم يستقيل، لأني اعترضت على مصروفات السرية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي أنا أعتقد، ولأني هاجمت الإعلام الفاسد ورعاية الحكومة الإعلام الفاسد. هذه الملاحقة السياسية اليوم اللي يريدون، يعني لماذا تعتبرها كذلك سيد فيصل؟ لملاحقتي. نعم. لماذا تعتبرها كذلك وتعتبر وإدارتها؟ نعم. لماذا تعتبر أن هناك تعمدا لملاحقتك بهذه الطريقة، وأن الحكومة يمكنها أن تعطل كل ما تحدثت عنه من أجل نائب واحد؟ ولماذا لم تقطع عليهم الطريق بأن تقبل استجوابك في الأمر الذي معني، وهو أن البنك يريد أن يعرف كيف تسربت هذه الوثائق؟ جميل، الجميل أختي الكريمة، البنك كان بإمكانه أن يذهب مدني. نعم. ودون أن يحتاج أن يطلب رفع الحصانة. البنك كان بإمكانه أن يدخل في قضية رئيس مجلس الوزراء متضامنا. البنك ما حد يحجر عليه أن يذهب إلى حق التقاضي. اليوم الرفض لأني لا أملك أصلا أن أتنازل عن الحصانة، هذه الحصانة مقفولة دستوريا، ليس من حقي. أنا أقول للبنك كنت أتمنى أن يذهب مدني، وهذا حقه ما أجادل فيه. دعيني بس أوضح الآن أن هذه الحصانة لماذا فرضت أصلا؟ هذا عميد الفقه الدستوري الدكتور عثمان عبد الملك يقرر أن الحصانة في المادة 110 أن النائب حر فيما يبديه من الآراء والأفكار، هذا نص المادة، بالمجلس أو لجانة، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال. يعني هذا مبدأ عالمي معروف. اليوم المجلس، اليوم المجلس اجتمعت كتلة. نعم. أو اجتمع عفوا 23 نائب، قرروا رسميا أن الإجراءات باطلة بكل إجراءاتها، وأن الطلب يجب أن يسحب من قبل الحكومة. والآن حنا نتمنى الحكومة أن تتوافق معنا في الدفاع عن الدستور، ولذلك سنعطيها فرصة الآن بالدعوة إلى جلسة خاصة يوم الاثنين، آملين الحكومة أن تحضر ويصحح الإجراء، لأن بالأخير هي مو قضية الآن يسقط عن فيصل المسلم، فيصل المسلم مستعد لهذا الأمر ونثق في القضاء العادل، لكن بالأخير هذه حقوق مكفولة للأمة أن تمارس رقابتها وأدواتها في مواجهة الحكومة ورقابتها. يعني مفهوم حق النائب أو حصانته في كل المجالس النيابية في العالم حتى يتمكن من ممارسة دوره. نعم. الرقابي. هذا أمر مفهوم، لكن كذلك مفهوم أن يكون أن لا يتعارض ذلك مع حق التقاضي، ويمكن للنائب أحيانا أن يذهب طوعا لأخذ أقواله في قضية حتى يغلق هذا الباب، وهذا ما أريد أن أعرف لماذا لم تقم به وتعمدتم تصعيد الأمر بهذه الطريقة، وضعه في خانة لا يراها الكثيرون فيها. لكن اسمح لي أن أستبقي هذه النقطة قليلا حتى يتسنى لنا أخذ أسئلة من مشاهدين. معي سعد العازي من الكويت. سعد تفضل. سعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي أنا أول شيء سلم على أستاذ فيصل النائب الشريف. بالنسبة عند النقطة اللي توقفتي عندها اللي هي الحصانة. نعم. لا يمكن ولا نقبل كشاء أن أستاذ فيصل والنائب المحترم أنه يتنازل عن الحصانة أو التصويت عليها، لأن هذه كرامة نائب، هذا أمان بعنق الشعب. فمجرد أن دعوة يقيمها أحد الأشخاص نائب
يعني مسؤول عن مشاريع وعن قوانين، يعني يخسر وقته هذا عشان جلسة؟ في أشياء أمور كبيرة. وبالنسبة للأستاذ ناصر الدويلة خلافه مع الأستاذ فيصل، هل يوجد خلاف أم أن هذا إعلام وبس؟ الله يعطيك العافية وأتمنى تجاوب. نعم، شكرا لك سيد سعد العازي من الكويت. معي من ألمانيا كمال شكري، تفضل سيد كمال. مساء الخير يا أخت منى. مساء. أنا عايز أهدي سيد الضيف، حصانة وغير حصانة، أنت ليس في أوروبا اللي أنت عملت الدكتوراه فيها على حسب ما سمعت. نعم. لازم تعرف أنك أنت في دولة تدار بالريموت كنترول من الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى، وتنفيذ هذا القرار يدار عن طريق المشينري الأمريكي. وأنت أعتقد أنك تفهم الكلام ده، أعتقد أنك تفهم الكلام ده. لا يوافق عليه تماما، لا يوافق عليه. ويعني سيد كمال هذا كلام أكبر، يعني اتهام مبالغ فيه ربما. أنت بتتكلم على موضوع الحصانة بالنسبة للبرلمان الكويتي. البرلمان الكويتي يا سيدي له شورى معينة، له قرارات معينة تأتي له بالإيميلز يوميا يجب أن تنفذ. يعني سيد كمال حتى تتحدث عن وقائع عليك أن تثبتها. أشكرك وأكتفي بهذا القدر من مداخلتك وأعود إلى الكويت. معي من هناك حمود الهاجري، تفضل سيد حمود. أختمنا مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. مسي عليك وعلى ضيفك الكريم. أنا المحامي حمود الهاجري من الكويت. أهلا وسهلا، تفضل. حياك الله. أنا يعني بدي أن تكون صورة واضحة اليوم، ما ناقش الموضوع رفع الحصانة على أساس والله الأستاذ أبو علي فيصل مسلم. الموضوع الآن هو موضوع تفريغ الدستور من محتوى هذا الدستور، هو يعني يستمد النظام وجوده من هذا الدستور، ويستمد فيصل مسلم حصانته من الدستور. الرجل تحدث في قاعة مجلس الأمة عن جزئية معينة تختص أو تتعلق بتعامل معين لسمو رئيس مجلس الوزراء. النص واضح فيما يتعلق المادة 8 ومادة 10 من الدستور الكويتي بأنه لا يجوز مؤاخذة العضو عما يطرح داخل من أقوال وأفعال داخل المجلس. هذا الكلام اللي قاعد يصير أنا أعتقد هو ضرب للدستور. وأنا أقول المصيبة والكارثة مو بهذا الطلب من الحكومة، هذا احنا عارفين أنه هذا الطلب راح يكون من الأساس. الكارثة والمصيبة في أعضاء مجلس الأمة اللي تخلفوا اليوم عن الحضور. اختمنا، أنت عارفة شو اللي صاير، عدم حضور الأعضاء لأن الحكومة على يقين بأن تم التصويت على رفع الحصانة عن أبو علي عن فيصل مسلم ما راح يتم. نعم. بالتالي مسألة عدم الحضور حتى لا تنعقد الجلسة، الثلاثة الجاي في عطلة، وعادة العطل ترحل إلى ما بعد الخميس والجمعة والجمعة والسبت، وبالتالي لا تكون جلسة هناك، والمدة القانونية برفع الحصانة القانونية راح تتم يوم الخميس القادم، وبالتالي أنا تسقط الحصانة تلقائيا. يجب أن يكون الشعب الكويتي واعي. نعم. وبالتالي تسقط الحصانة تلقائيا. أحسنتي، أنا أعتقد بأنه الشعب يجب أن يسجل اليوم. ما عاد فيها مجاملات تجاه هؤلاء الأعضاء اللي يعني اليوم تخلفوا بطريقة جدا قبيحة. كيف ممكن يقبل عضو مجلس أمة ما يحضر جلسة؟ الموضوع ما يعني فيصل مسلم، الموضوع يعني حصانة، يعني دستور، يعني محافظة على مواد الدستور. هل يعقل اللي حصل اليوم؟ شكرا جزيلا لك حمود. يعني نواب مجلس أمة يحركون بالريموت كنترول، يعقل وصلنا إلى هذا الحال؟ واحد نايم وواحد مسافر، واحد يدعي انه راح يرجع من السفر، وبالتالي ياتي وزير الدوله ويقول والله اليوم هو صاد في هذا فيما يتعلق في موضوع عدم حضور اعضاء مجلس الامه. شكرا جزيلا لك بالمقابل. حمود الهاجري من الكويت، شكرا جزيلا لك. اعود الى ضيفي. اعطيني اجاوب اختمنا بس. تفضل. انا بدايه يعني اقول مؤلم اليوم ان نترك الجرم ونناقش اشياء شكلية. الجرم والمؤامرة والجريمة هي مثل ما قال الأخ حمود الهاجري، أحسنت. هو المطلوب اليوم رفع الحصانة عن الدستور، بل المطلوب رفع الحصانة عن مجلس الأمة. هو المطلوب تفريق الدستور وضرب المؤسسة، لأن مع الأسف الجانب الرقابي هو المزعج. الجانب التشريعي دائما ما تجده الحكومة من المجلس بل هو يسابقها عليه، بل يسبقها دائما ويجرها وراه، لكن في الجانب الرقابي هي الذي لا تريده. لذلك وثائق ويكلس اليوم اللي قاعد مغرق العالم، تشوف العالم اليوم، شوف العالم كله يطلع على هالوثائق بعشرات بالمئات الألوف، وشوف الضجة اللي حاصلة على المعلومة ولا على كيف التسريب. أختمنا، أنا أقول عدم حضور الأعضاء الشعب يحاسبهم، وأنا يؤلمني حقيقة
يعني بعضهم ألمني عدم حضوره لأن ما كنا ننتظر منه مثل هذا الموقف انتصارا للدستور انتصارا للمؤسسة. أما بعضهم فمع الأسف بعضهم يتبع للشيخ الفلاني وبعضهم يتبع للوزير الفلاني واجتمع كل هؤلاء على أساس ضرب المؤسسة. بعضهم أمس يقف في موقف السيارات ويتكلم بالتليفون حتى يتفقد النصاب، واللي حضر أمس غيب اليوم واللي غيب أمس حضر اليوم ويبقى النصاب مفقودا. أنا أقول الشعب سيحاكم، الشعب حقه أن يقيم الجميع نحن وهم. لكن دعيني أقول أيضا الأخ جمال شكري كلامه طبعا فاضي، ومجلس الأمة لا تأتي مجلس حر، لا تأتي القرارات، ولو كانت الحكومة وغيرها مسيطرة على المجلس ما كنا ندخل مثل هذه الأزمات انتصارا للشعب وغيره. ولذلك كلامه مع تقديري لشخصه إنما كلامه مرفوض بالمطلق. نعم. أنا أقول للأخ محمد المطيري قال كلام جميل، شلون رئيس مجلس الأمة يقول حتى يعرف كل نائب يلزم حدوده، هذا مؤلم أن يقولها حقيقة الأخ جاسم الخرافي مع تقديري لشخصه. طيب أنا أريد أسألك، كان يفترض فيه ابتداء الدفاع عن المؤسسة والدفاع عن الدستور ومخاطبة الحكومة في هذا الاتجاه أول ما وصل الطلب. نعم أنا أعلم إجرائيا أن هناك التزامات وحدود، لكن أنا كنت أتمنى أن يدافع ولا يصيغها بهذه الصياغة. حنا يا أبو عبد المحسن نعرف حدودنا، لكن مع الأسف اللي ما عرف حدوده هو رئيس مجلس الوزراء، هو رئيس مجلس الوزراء اللي ما مع أن اللي قال الأخ من اليمن أن الديمقراطية عندنا منقوصة، هو يبدو أنه ما يعلم أن تم الاستجواب، وهو أول استجواب سجل في تاريخ العالم العربي كل الحديث والمعاصر يستجوب رئيس مجلس الوزراء في الكويت. وهذا يعيدنا إلى مسائل ربما مبدئية خاصة بوضع الديمقراطي في الكويت، سأعود معك إليها.